انه كيعتمد على طريقه اللعب ديالو اللي هي ما كتناسبش الرجاء. انا ملي كان معنا كيتبع الطريقه ديال 4 1 4 1 والطريقه هذه صعيبه حتى في اللعب ديالها، ودارها مع تمام المنتخب وما سلكاتوش. دابا واش تفرجتي في شي ماتش ديال رجاء مع الطوسي؟ تفرجنا في الماتشات ديال لا دابا 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 اوجوردي افيك ليفيكتيف اكطويل ليفيكتيف اكطويل ما خليني من خليني من 2016 ليفيكتيف اكطويل ليفيكتيف اكطويل. شوف اللعابه ديالنا اليوم اتسنت اللعابه اللي عندنا اليوم هذا الناس كيبغيو يبقاو يفخو بزاف في الرمال. هذا ديك الفرقه اللي كتعدنا في 2016 في الزمان ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه اللي هي واعره. هذا فهمتي هذا كانوا عندنا شي لعابه نجبد سميتهم ولا والله تتحشم تقولوا. انا نشوف واحد القضيه راه اليوم اوجوردي اللعابه اللي عندنا كيف ما كان الحال راه كاين ان افيكتيف كي بلو ريش كون 2016. شكون واضحين عندنا افيكتيف بلو ريش وكاين اختيارات في البوست كاين عندنا ضعف واحد اللي كاين في ليليات نتمناو اللي يتنبهوا ليها وعيطوا على داك الوليد الهبطي وداك الولد اللي هو غرب وغتولي الفرقه مزيانه. دابا شنو المشكل؟ المشكل في لوغانيزاسيون دي جو في لو تيغ. دونك انا بالنسبه لي انا باش نكون موضوعي مع نفسي كنقول بانه هذا الطاسي هذا ما نحكم عليه حتى نشوفه مع ليفيكتيف اكطويل سوغ لو تيغ واخا ماتش واحد غادي يبان لي العرض. انا غير عندي غير التخوف شي هو مشى مع ليفيكتيف اللي عندنا غادي نكونوا مزيانين. دابا شكون اللي شكون اللي نورمالمون خدا القرار وشكون اللي كيخصو يخاف؟ اللي خصو يخاف بصح راه هو عزيز العمري. علاش؟ لان عزيز العمري هو اللي مترأس اللجنه اللي جابت المدرب. سو كيفي اي فاي غتكون عن الطوسي راه الناس ماغيش يهضروا عن الطوسي، الناس غادي يدوروا في العمري. دونك العمري راه عنده سميتو عنده سميتو وبنفسه راه ما كيرضاش. هذا الشيء العمري كون كان كيرضى كون كان داك النوع اللي ما عنده نفس راك والله داير بلاصتو في الاداره التقنيه ديال الجامعه راه عنده واحد النفس حاضر اللي كتبقى بعيد على المجال. دونك انا ما يرضاش واش واحد يهضر عليه. دونك الله يرحمه ديال حنا انا كتعجبني الشخصيه ديال العامري صراحه. انا خدت يوسف كتعجبني الشخصيه ديال العامري انا. دونك حنا كيخصنا حنا في العود اللي نخافوا خص يخاف العامري. دونك حنا ما علينا ندعموا ونتسناو باش نكونوا واقعيين نتسناو تيلعب العامري تيلعب الطوسي ماتش ولا جوج ديك الساعه نحكموا بروبليم. تحياتي وكنشكرك اخويا نتمناو خير ان شاء الله. الله يعاونك غدا غادي تيران بعدا. انا في ايطاليا. انت في ايطاليا باردون باردون. انا في ايطاليا ميلانو. وانا واحد القضيه الناس فكرتيني في الناس ايطاليا راه الناس اللي في اوروبا اشنو كيمنعهم انه ياخذوا التيكي؟ اشنو كيمنعهم ياخذوا التيكي؟ ما فهمتش واش خصنا بدا لا ما كاينش ما كاينش لا بلاتي خويا راه ما كاينش لابونمون دابا لان فات وقت لاكارت. احنا دابا بقاو غير واحد 8 دورات وتسالي البطوله ما بقاش الوقت. دابا كون كان في لالي في لابوز عندي واحد الفكره خويا يوسف ونطرحها عليك. بغيت نطرح عليك واحد الفكره اللي كان ممكن تناقشها من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هو مساله اننا علاش ما نحاولش نديرو بحال كيديروا الزمالك يكون الدعم من عند الجمهور ماديا. دابا بلاتي في انتظار الاقتراحات نعاونوا الفرقه دابا على الاقل. انا في ايطاليا غادي نشري واحد جوج ورقات. جوج ورقات ماشي بزاف بشحال؟ جوج ورقات 60 درهم ماشي جوج ورقات ديال لابولو. ما عنديش مشكل الحمد لله. لا انا تندوي بصفه عامه ما تندويش عليك انت كدوينا بصفه عامه على الناس. علاش؟ حيت ما بانش ليا انا البوادر اللي جاو من الناس اللي في اوروبا. انت راه جاي صاحبي عاون فرقتك بواحد 50 درهم ولا 60 درهم ولا اللي قديتي عليه شريه صيفط لحبابك هنايا ياخذوا لك وريقات ولا قطع انت من كيشي بواي ما يمكن لك تاكسي ديال هنا. عنده السيفير ما عنديش مشكل ان شاء الله نساعدو. الله يحفظك الى ما سميتو نشرها وسط الاخوان ديالك اللي في ايطاليا انه راه خصنا نعاونوا الفرقه ديالنا صاحبي. راه شوف راه فرقتنا راه كيتسناو غير لوكازيون باش يدقدقوا يطيحوها. اتونسيون عندنا الفرصه باش نسلكوا. نعم عندي ولدي تيلعب كره عنده 14 سنه. تيقول لي بابا شمن عام غادي باش نلعب في الراجا. كنقول ان شاء الله تكبر ديك تاع في الراجا ان شاء الله. يحفظك اخويا بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. الله يحفظك. وبارطاجي اللايف بارطاجي اللايف بارطاجي اللايف. الله يحفظك. ما تخرجش بارطاجي اللايف كتسمعني ان شاء الله. تمام. يلا ان شاء الله. سلام.